في فجر 20 من أغسطس آب عام 1936 توقع القوات التابعة لفرانكو حكم الإعدام على فيدريكو غارثيا لوركا أديب غرناطة. لوركا! لوركا! لا أصدق! شاعر وكاتب مسرحي ومؤلف موسيقي إسباني وصفه البعض بشاعر القرن وأعدم في بداية الحرب الأهلية الإسبانية. ولد فيدريكو غارسيا لوركا في 5 يونيو حزيران عام 1898 للميلاد بقرية فيانتي في ضاحية غرناطة. كان أبوه مزارعاً وكانت أمه معلمة، وقد عانى في بداية حياته صعوبة في النطق وفي المشي. كنت أعرف أمه وأنها كانت ستتزوج من دون فيدريكو غارسيا. تزوجا، وأذكر أن أمي أخبرتني أنهما رزقا بطفل بصحة جيدة. أتوه بمرضعة لأن أمه لم تمتلك حليبا كافيا له. بقيت معهم حتى أصبح في 6 من العمر، لأن والديه رزقا بطفل آخر ثم بابنة. عندما أصبح أكبر بقليل أحب المسيرات الدينية كثيرا، وغنينا لمجد السيدة العذراء. كما كان هناك رجل يعتاش من مسرح الدمى، كان يقول ويقوم بأشياء بفمه أو بالصفير أو بأي طنين يطن به ليجذب الأطفال ويكتسب القليل من المال. فيدريكو جعل عمته تصنع له دمى من الكرتون، ومن ثم دعا السيدات ليشاهدن مسرح دمى. صفقوا له كثيرا وكان سعيدا جدا. فيدريكو غارسيا لوركا كان طفلا جميلا جدا وسعيدا ولطيفا، والكل كان يحبه جدا. لدينا العديد من الذكريات معا، نحن نفكر دوما به. عندما كان يأتي إلى منزلنا كنا نجمع سربا من الأطفال، وكان يسحب كرسيا ويأخذ منديلا ويضعه على رأسه كقبعة كاهن ومن ثم يعظنا. وكان يجب أن نبكي، وإلا ما كان ليعجبه الأمر. نعم، كان يجب أن نبكي. ومن ثم كان يقلد كاهنا دينيا لدينا، كنا ندعوه البغل ذو العين الواحدة، إذ كانت لديه عين واحدة فقط. الناس في الريف يقومون بهذا. ومن ثم كان يعظ بنفس طريقته. كان صبيا عجيبا حقا، كان يغرد خارج السر. كان صبيا غير عادي. درس في قريته وانتقل إلى ألميريا وأكمل المرحلة الثانوية بغرناطة. بعدما انتقلت أسرته للعيش فيها لم يهتم كثيرا بالدراسة، واعتنى أكثر بالقراءة وكتابة الشعر والعزف على البيانو، الأمر الذي أغضب أساتذته، وعبر عن ذلك في ذكرياته بقوله: إنني أعرف الكثير والكثير، لكن في المعهد كانوا يعطونني صفعات هائلة. نعم، كنت أراه يكتب. قالوا إنه يدرس ليصبح شاعرا. كنت أراه يكتب بين الفلاحين وفرقهم من الثيران. كان في مزرعة يمتلكونها هناك عند نهر كوبيا. كان يأتي مع والده والرجل الذي يعمل هناك. كان يجلس هناك ليكتب، وكان الناس يقولون أنه يكتب ليصبح شاعرا. كنت أحبه مثلما أحب الأطفال الآخرين. لقد كنا بنفس العمر. شعر طوال رحلته بتجربة أعمق للموسيقى أكثر من الأدب.
عندما كان في 11 من عمره تلقى دروسا في العزف على البيانو لست سنوات مع أنطونيو سيغورا ميسا، المدرس في المعهد الموسيقي المحلي والملحن الذي تأثر به لوركا كثيرا وتأثر بغيره، فأشرقت نفسه بما استلهمه من كلود ديبيوسي وفريدريك شوبان ولودفيغ فان بيتهوفن. كان حسه موسيقيا، وقد اجتمع حبه للأدب مع عشقه للموسيقى، وقد عرف بين أصدقائه من المقربين في المجتمعات الثقافية في غرناطة بكونه موسيقيا. كان يعزف على البيانو بشكل جيد، لم يكن عازفا محترفا بقدر ما كان رائعا جدا. لقد كان يعزف بشكل جميل وكانت لديه تقنيات جيدة. كان مهتما بالموسيقى جدا إلى جوار عنايته بالشعر والنثر، وقد كان مكثارا من الكتابة النثرية، فهو يكتب منذ نعومة أظفاره. كانت كتاباته ذات اهتمام تاريخي أكثر منها أدبي، ويظهر ذلك من مجموع الكتابات. أريد أن أضيف أنه بدأ في الكتابة المسرحية مبكرا، وقد كان النثر والشعر والدراما في خط واحد في مساره الأدبي، والذي ظهر لاحقا هو حبه للرسم. لقد ترك العديد من اللوحات، وقد كتبت العديد من رسائل الدكتوراه حول فن الرسم عند فيدريكو، حيث تم إدراج أكثر من 300 لوحة. لا أعرف أين ذهبت هذه اللوحات، ربما هي ليست بهذه الكثرة، لكن العدد فاجأني. في البداية عانى من صعوبة في الرسم، كانت لديه يد جيدة مع الموسيقى وعزف البيانو، لكن كانت لديه صعوبات في الرسم والكتابة، فقد كان سيء الخط جدا، حتى أنه في المدرسة كانت هناك مادة تدعى فن الخط أو فن القلم. كنت جيدا فيها وأتممتها بدون صعوبة، لكن فيدريكو كان في مشكلة بسببها. كان يصنع بقعا ويكتب بشكل معوج، وقد رسب 5 مرات، وقد كنا في ذعر ورعب، إذ أن الذي يرسب أكثر من 6 مرات لا يستطيع الإكمال في المدرسة، ولو رسب فيدريكو مرة أخرى فستنتهي دراسته. انتبه أساتذته إلى ميوله الأدبية وتوقعوا أن يكون اسما مميزا في عالم الشعر، وظهر ذلك بوضوح في رحلات كانت الجامعة تنظمها في نهاية كل سنة دراسية، ومنها الرحلة إلى قشتالة والأندلس التي حضرها دومينيكيث بارويتا أستاذ نظرية الأدب، التي كتب عنها لوركا انطباعات ومشاهد تحولت لاحقا إلى كتاب انتظر وهو في 20 من عمره. تعرف على الموسيقار الإسباني مانويل دي فايا وتعلم على يديه دروسا في الموسيقى التي سجل بها أغاني وألحان شعبية. سافر فيما بعد إلى مدريد، وفي 22 مارس/آذار عام 1920 عرض أولى مسرحياته بعنوان الرقية المؤذية للفراشة، غير أنها لم تنجح فابتعد عن المسرح لسنوات، وعاد له لما دخلت إسبانيا في حكم قمعي. ألف مسرحية ماريانا بينيدا من وحي قصة فتاة أندلسية تدعى ماريانا من غرناطة، أعدمت عام 1830. عازف الجيتار في الليل يجوب الطرقات ويغني في الخفاء، وبأشعارك يا لوركا يلم الصدقات من عيون البؤساء. العيون السود في إسبانيا تنظر شزرا، وحديث الحب أبكم يحفر الشاعر في كفيه قبرا إن تكلم. على عكس المسرحي نجح أول ديوان شعري للوركا
وفتح أمامه آفاقاً واسعة، وحضر عشرات الندوات وشارك في عشرات المحاضرات والأمسيات الشعرية، فذاع اسمه في إسبانيا كلها، ووصف المهتمون بشعر لوركا بأنه رمزي بسيط الأسلوب بعيد الرؤية، عبر فيه عن آلام الفئات المهمشة، واستعمل قاموسا غنيا بمفردات عربية. لوركا أعتقد أنه لم يفارق الاثنين معا، الشعر الغنائي والمسرح، لأن مسرحه مسرح شعري، يعني حتى المسرح الذي بدأ يكتبه كان مسرحا شعريا من بداياته إلى نهايته، ولكن ما عدا مسرحية واحدة وهي بيت برناردا ألبا، عندما قال له النقاد إنك تكتب مسرحا شعريا ويجب أن تحرر نفسك من الشعر، فكتب هذه المسرحية كلها بالنثر. وقال في رسالة إلى صديقه دالي: هذه مسرحية كلها بالنثر، ليست فيها نقطة من الشعر. يعني كأنه يريد أن يفتخر بأنه استطاع أن يكتب بالنثر. يبقى إذن كل ما كان يكتبه كان شعريا. الشعر الغنائي مستمر، الدراما وجدها سبيلا إلى الوصول إلى الناس بطريقة سريعة ومباشرة وقوية ومعبرة. سافر عام 1929 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في جامعة كولومبيا، ومر في طريقه إليها بالعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البريطانية لندن، وفي نيويورك صدمته مظاهر الحضارة الأمريكية، فترجم شعوره في مجموعة شعرية بعنوان شاعر في نيويورك. وتكشف هذه المجموعة التي نشرت بعد وفاته في عام 1942 الاغتراب والعزلة من خلال بعض التقنيات الشعرية التجريبية بيانياً، وتأثرت بانهيار وول ستريت الذي شهده شخصياً. كانت هذه الإدانة للمجتمع الرأسمالي الحضري والحداثة المادية خروجاً حاداً عن عمله السابق وتصنيفه كشخص فولكلوري. لم يكن لوركا مهتماً بنشر شعره ولا مسرحياته، لاعتقاده أن الشعر بحاجة إلى ناقل، إلى كائن حي، كما كتب ذلك في مقالة له عن الروح المبدعة، لكن بعض أصدقائه نشروا ما حصلوا عليه من قصائد في بعض الدوريات. نشر أول كتاب للقصائد لغارسيا لوركا في عام 1921، وجمعت أعماله من عام 1918 تحت إشراف شقيقه فرانسيسكو، وهي تتعلق بمواضيع العقيدة الدينية والعزلة والطبيعة التي ملأت انعكاساته النثرية. طبع له أول كتاب على نفقة والده سنة 1918 بعنوان الانطباعات والمناظر الطبيعية، بتشجيع من أستاذه، كما طبع أول ديوان له عام 1921 بعنوان كتاب الأشعار، وظهر ديوانه أغان عام 1927 وأغنيات الغجر عام 1928. دخل إلى عالم الغجر ليصنع منه أهم وأرقى موضوعاته الشعرية والمسرحية في عام 1918.
التقينا واجتمعنا، لكن صداقتنا لم تكن حميمة بعد. كنت في مدريد حين نشر عمله الشعري العظيم الأغاني الغجرية، هذا كان عام 1928. أذكر الطبعة الأولى صغيرة، كان لها عنوان لم يستخدم مجددا أبدا منذ ذلك الوقت، كانت تدعى بالأغاني الغجرية الأولى. كان كتابا صغيرا في تنسيق صغير وكان لدي، لكنني للأسف فقدته في الحرب الأهلية. أرسله لي كصديق ورفيق من الجيل نفسه، وحملته معي دوما حتى اختفى. على أي حال، نشر في عام 1928 الميلاد، وفي عام 1929 الميلاد مر بأزمة، وبسفره للولايات المتحدة الأمريكية وكوبا اكتسب أفكارا ورؤى جديد. الرومانسيرو ختانو، أي ديوان أشعار الغجر. فديوان أشعار الغجر هذا يتحدث فيه عن كل التفرقة العنصرية التي يعانون منها، وعن مأساتهم الحياتية اليومية في عيشهم، وعن آلامهم وما يحدث لهم من اضطهاد من الدولة حتى، ومن مما يسمى الحرس المدني في ذلك الحين. كان الحرس المدني يتتبعهم ويتعقبهم نظرا لأن هؤلاء غجر ولا ينبغي أن يدخلوا في هذه الأماكن، ولهم أماكن محددة بالضبط زي أمريكا. كان يذهب ليلا ويلتقي بهؤلاء البشر ويستمع إلى أناشيدهم وما يشبه المواويل الشعبية عندنا في مصر، مواويلهم وأغانيهم التي تتسم بالحرقة والألم الشديد مما يعانونه من شظف العيش. فقرر أن يكتب عنهم، وكتب عنهم ديوانا كاملا، كما ألف مسرحيات عديدة، منها مسرحيته الأولى فراشة الفراشة، كانت مسرحية شعرية تثير الحب المستحيل بين صرصور وفراشة مع طاقم دعم من الحشرات الأخرى. قرطبة، بعيد أنا ووحيد، رغم أني أعرف الدروب لن أصل أبدا إلى قرطبة. عبر الطريق، عبر الرياح، الموت يحدق فيني من فوق أبراج قرطبة. قرطبة، بعيد أنا، بعيد أنا ووحيد.